العابد اللي ترك قيادة الهلال وشارت القيادة إلى ناصر الشمراني. وكنت أتحدث عن تنقل يلقبونها بوجبا اللاعب الفرنسي الأسمراني الجميل مع نادي الفرج، لكن لا يلام أبدا. اللاعب كان داخل منطقة الجزاء والدفاع كان غائب تماما عن الخليج في دور الثمانية في الرياض، والكرة تصل الآن إلى أقصى الجهة اليسرى عند الهلال في محاولة المرور والرمية الجانبية لمصلحة الهلال. وبعد ذلك جدد التفوق على أندية الشرقية، لكن هذه المرة في الدمام أمام النهضة وبمباراة إلى تياغو نيفيز. بعد أيضا تغيير بنتلي أصبح تياغو نيفيز يعود لبناء الهجمات من منتصف الميدان. طرب في المدرجات، طرب في والكرة تحول مرتدة، المرتدة تحتاج سرعة، السرعة الآن غائبة جدا عند لاعبي حطين، لكنه ينتظر ينتظر يحافظ على كرته، مرمي الأول من الثاني وكسب خطأ في منتصف ملعب الهلال. يطالب بطاقة صفراء على سلمان الفرج. المرتدة الماضية كان من الأفضل في كرة تصل من سلمان على القائم الثاني، خروج غير محسوب بالنسبة لمهند، لكن الكرة لحسن حظ حارس المرمى أنها مرت بسلام ووصلت عند أقدام لاعبي الهلال، لكن الكرة تعود والضغط على الكرات بشكل ممتاز وتمريرة على أقصى الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، مرور وتحضير والكرة وخطأ لمصلحة دفاع حطين هذه المرة. الشامخ يسبب إزعاج كبير للدفاع حطين في الجهة اليسرى انطلاقاته، لكن عرضيات أيضا غير متقنة في الكثير من الأحوال، لكن قتالية قتالية موجودة عند الشامخ. آخر تغييرات حطين، سعود مش مكبش بدلا من محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف اللي شارك أول مباراة رسمية له مع حطين، القادم الجديد لحطين يقدم مستوى جيد لكنه يغادر الآن أرضية الميدان. شكرا لسعود. مرة يستقبل رأسية ناصر الشمراني في كرة تبعد وتصل وصلت